من الخرطوم ينضم إلينا محي الدين جبريل مراسل الغد. محي الدين، قوى الحرية والتغيير المعارضة إلى أي درجة تكتسب زخما وسط الشارع السوداني، وبالتالي إلى أي حد هذه الدعوات قد تكون مؤثرة؟ زميلتي، هذه الدعوات الآن تجي يعني قبل أقل من 24 ساعة من الدعوة لتظاهرة دعا لها تجمع نقابات المدنيين والقوى المؤيدة له في وسط الخرطوم غدا الواحدة ظهرا. يعني كثيرون يعتبرون هذا هذه التصريحات الآن التي تتمثل بسقف عالي من المطالب يعني تأتي في إطار التصعيد المتواصل لتجمع نقابات المهنيين يعني في مواجهة الحكومة. قبل قليل القيادي بتجمع نقابات المهنيين أحمد يوسف المصطفى قال إنهم لن يقبلوا بأي دعوات للحوار ولا حلول وسط، وقال إن وقتها قد مضى. قال إنهم أيضا لن يتراجعوا دون تحقيق الشعارات التي رفعها الشهداء على حسب قوله، والسودانيين الذين عانوا الويلات أيضا في المعتقلات على حسب قوله. الآن تجمع نقابات المهنيين يجدد موقفه الرافض لأي تقارب مع الحكومة، ذلك في ظل خطاب بدأ لينا بعض الشيء من الحكومة تجاه تجمع نقابات المهنيين والقوى الأخرى المتحالفة معه من نداء السودان وقوى الإجماع الوطني. ربما آخرها كان تصريحات للبشير صباح اليوم لم يذكر فيها أيضا البتة لا تجمع المهنيين ولا المعارضة ولا غير ذلك، تحدث فيها فقط عن أنهم سيحققوا هذا العام السلام وسيكون عاما لإسكات البندقية في السودان. البشير أيضا خطابه الذي يعني تحدث فيه أمام كتيبة لقوات الدفاع الشعبي، وهي كتيبة تعتبر من القوات يعني ذات التوجه الإسلامي، قاتلت في جنوب السودان في أوقات الماضية ربما ورفعت شعارات جهادية. خطابه أيضا قال إن هذه القوات ستقوم بمهام مدنية وعددها. شكرا لك محي الدين جبريل مراسلنا من السودان.